العملية أشرف عليها بمدينة الأغواط وزير النقل عمارتو رفقة وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني. ولإسراع في وتيرة الإنجاز أعطيت إشارة انطلاق الأشغال بكل من الجلفة وبوغزول. هذا المشروع الذي تقدر مسافته الإجمالية ب 290 كيلومتر وبتكلفة مالية حددت ب 165 مليار دينار جزائري سينجز من طرف 6 شركات وطنية وسيوفر حوالي 4300 منصب شغل. وهذا الجزء اخترناه باش يكون في وسط هذا الخط، وسط العقد، في هذا الوسط اللي يربط بين الأغواط جلفة الجلفة بوغزول بوغزول قصر البخاري تقريبا 300 كيلومتر، على ان نستمر في الشهور القليله المقبله خلال سنه 2013 بالجزء الشمالي تاع الخط اللي يربط بين قصر البخاري و العفو معنا في الخط الشمالي السكه الحديديه، على ان تنتهي العمليه بالدراسات بالانجاز اللي هو الان في قيد الدراسه واللي يربط بين الغواط وحسي مسعود مرورا بغردايا وورقله. هذا ما نسميه بالحلقة الجنوبية الشرقية لخط السكة الحديدية في الجزائر.